هو الاشي احنا معيناه لنا هون اكتر من 22 سنة وقت ما صار حادث وقت بقدرات 4 وسكروا على واد غروس قبل 22 سنة تقريبا وضلت معاناة. طبعا في ناس كتير طلعت من دورها، اللي معي مثلا عنده ارض بنا وطلع، واللي ما عندوش ضل يعين غصب عنه. طبعا معاناة في قد ما اشرح لك تقدرش يعني يحكي الواحد شو المعاناة اللي بعانيها يوميا. في مخطط هون بعد العملية اللي صارت انه الحاجز اللي بقدرات 4 بدهم ينقلوه كمان 500 متر لهون، بده يصير طبعا نفس المعاناة اللي جوا، بدك تدخل على بيتك بدك توقف على الحاجز بدك تتفتش، هذا بده يصير هيك يوميا، معاناة يومية. اولادهم يروحوا على المدارس بعد المغرب بدك تعرفش تعرف تتحرك، ضيف من برا طبعا مندوش يعرف يجي من المرة الا اللي ساكن هون في داره، يعني قريبك القريب بصير حتى يقول لك شو بيجيبني، يعني منطقتك صعبة شو بيجيبني، بدها تصير هذا معاناة. يعني شو بدي اشرح لك، يعني معاناة صعبة. حاجز موجود من قبل كليا، هم بيضيفوا اضافوا على اشي جديد انه بدهم يسووها منطقة عسكرية مغلقة، يصير محسوم على محسوم رسمي جيش، بدك تفوت عن معطات، بدك تفوت بالشكل هذا. اذا بدنا ننتبه بالشكل هذا، احنا عمالنا هون انه مصلحة، يعني عندي محل بناء الحديد كذا اللي منقله فيش مشكلة. الساعة كنا هذه المعاناة فيش عنا مشكلة بالنسبة لها، اما نقيته هو ممنوع بقول لك تفوت ولا اي اشي، بدك تسريح في كل اشي، بدك تسريح بدك تطلب منهم يمكن يسمح لك ويمكن يرجعك. 22 سنة معاناة، انت بتحكي عن 22 سنة معاناة من 2000 بالضبط، من 2000 هي 23 سنة صرنا المتضررين من هذا الحكي، ما يعادل 2000 بني ادم او يزيد عن هذا. طبعا سيارات بتبيت برات المحسوم في الشارع، أكثر من مرة انسرقوا، أكثر من مرة تكسروا، وضع مأساوي طبيعي جدا. هذا احنا هي لو بتمها على الأغراض للبيت وللأكل الساعة هينة بالموضوع بالنسبة لنا، بس أكثر من شغلة المعاناة عندنا.